السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم فيه عن اختبارات نادي الزمالك، طبعا سلسلة او استكمالا للسلسلة اللي بدأناها في الاختبارات، سواء بقى اختبارات الاندية للفريق الاول او الناشئين او البراعم او فرص شركات التسويق او فرص الاحتراف الخارجي او الكلام ده كله. وطبعا احب افكركم ان انت لو بتدور على شركة تسويق تكون بتسوق بالمجان، هتلاقي اللينك بتاع شركة تسويق كويسة جدا، هتلاقي اللينك بتاعها في صندوق الوصف تقدر تتواصل معاهم. طبعا الفيديو ده هتلاقي فيه كل المعلومات عن الشركة، سواء بقى المميزات ورقم التواصل وشركة هتعمل ايه بالظبط والكلام ده كله، هتلاقي كل حاجة في الفيديو، هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. قبل ما ندخل بقى في تفاصيل الفيديو، لو انت لسه ما دخلتش الجروب بتاع الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعه في صندوق الوصف، تقدر تدخل الجروب ده علشان لو حبيت تتواصل معايا سواء بخصوص بقى التغذية او الاصابات والتأهيل او التدريب، او لو حابب تسأل عن اي حاجة في المجال ده تقدر ان انت تسألها من خلال الجروب ده، هتلاقي اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ولو حابب تسأل اي سؤال او تستفسر عن اي حاجة تقدر تسيبها في الكومنتات على الفيديو ده وهرد عليك في الكومنتات على الفيديو ده. طبعا اختبارات نادي الزمالك كانت اتعملت قبل كده في شهر، بداية من شهر 6 تقريبا، استمرت لمدة 3 شهور. طبعا اختبارات اتعملت في جميع محافظات مصر، اتعملت في الصعيد لحد اسكندرية، اتعملت في يعني في جميع المحافظات، ومش بس كده لا، كمان كل محافظة كانت الاختبارات بتتعمل فيها في اكتر من مركز، يعني الاختبارات نادي الزمالك لفت مصر كلها حرفيا. وطبعا تم اكتشاف عدد كبير جدا من المواهب، وناس جت فعلا ونزلت مع الفرقة وخلاص ومضت واستلمت لبس وقعدت في النادي والكلام ده كله، بس طبعا بسبب مشكلة القيد اللي كلنا عارفينها طبعا اللعيبة ديت ما اتقضتش في النادي، طبعا منهم اللي راح أندية والكلام ده كله. طبعا اللي بدأ يظهر دلوقتي، الناس بدأت تكلمني بتسألني عن اختبارات نادي الزمالك، احنا بنسمع ان في اختبارات في نادي الزمالك. اولا يا جماعه دلوقتي انا بقول لكم اهوت، اختبارات نادي الزمالك مفيش اختبارات لنادي الزمالك دلوقتي. اولا احنا يعني الموسم بدا بقاله 8 اسابيع، دي اول حاجه، يعني مفيش اختبارات في نص الموسم تقريبا. تاني حاجه القيد قافل اصلا في الزمالك لمده سنه كامله، القيد اتقفل في الزمالك فترتين، طبعا الفتره الاولى وهي يناير اللي هو الشهر الجاي ده او بعد شهرين، والفتره الثانيه اللي هي كانت في بدايه الموسم، يبقى كده القيد مقفول فترتين يعني سنة كاملة. فدلوقتي ازاي يعني مش هيقيد الناس، يعني هيقيد هيعمل اختبارات ازاي طيب دلوقتي؟ فدي نقطة حابب نوضحها للناس. ممكن يكون الناس اللي بتسألني ديت او اللي بتسمع ان في اختبارات للزمالك ممكن يكون قصدهم على نادي ايرو سبورت، وطبعا النادي ده في توأمة فعلا بين ايرو سبورت وبين نادي الزمالك، في توأمة فعلا، فممكن يكون اللي بيقول لك ده او اللي منزل ده بيقول اختبارات نادي الزمالك قصده على نادي ايرو سبورت، وده طبعا حاجة انا ما عنديش اي معلومة عنها خالص، يعني ما عنديش معلومة خالص، يعني انا حتى ما اعرفش النادي ده فين اصلا، فانا معرفش اي معلومه عن المكان ده ومعرفش اي معلومه، بس انا بتكلم على نادي الزمالك اللي هو الفرع الرئيسي او النادي اللي كلنا عارفينه، مفيش اختبارات فيه دلوقتي. واي حد يقول لك ان في اختبارات في نادي الزمالك، او اي حد يقول لك هات فلوس وهوديك نادي الزمالك اللي هو النادي اللي في 100 عقبه، طبعا ده كله كلام غير صحيح، كل ده مجرد نصب واستغلال للناس. ممكن يكون هيوديك ايرو سبورت او الكلام ده كله، دي كلها حاجات انا ما عنديش اي معلومه عنها او عندي اي تفصيل عنها، انا بتكلم عن نادي الزمالك، نادي اللي في 100 عقبه. فطبعا مفيش اي حاجه من الكلام ده، ولو في اي اختبارات او الكلام ده كله هنزله لكم هنا على القناه، والناس اللي متابعانا طبعا زي ما انا وعدتها ان شاء الله الموسم الجاي هيكون في يعني ان شاء الله ناخد اكبر عدد من الناس هنعرضه على الانديه، سواء انديه الدرجه الدوري الممتاز او درجه تانية او ثالثه او رابعه على حسب مستوى كل لاعب، ان شاء الله هنقدر ان احنا نعرض اكبر عدد من الناس. طبعا زي ما يعني معودناكم ان كل ده حاجه بتكون يعني مساعدة مننا ليكو او مساهمة مني ليكو، لان طبعا كان يعني كان في يوم من الايام برضو كان الواحد محتاج ان الناس ده يعرضك على نادي او يوصلك او يساعدك او الكلام ده كله. فطبعا انا مش هبخل على اي حد باي حاجة، بس حاليا في الوقت اللي احنا فيه ده مفيش اي حاجة فاتحة، القوائم كلها قافلة، مفيش الا الاندية الاستثماري، وطبعا انا مش شغال تبع اندية استثماري او مع اندية استثماري او الكلام ده كله، فطبعا انا ماليش اي علاقة بيهم، فانا مش هقدر افيدك في الموضوع ده قوي.